واخوتي نتمنى من الله تكونوا ارتحتوا. جبت لكم هذه الحلوه اليوم اللي باغي لك صحته. نعم سيدي ضروري خصو يكون عندك الصطه اللي مدري وعامر بالجدري وعنده اكسبيريونس المد المجري طبعا. شني تما واحد حومه بيطات اولا تقدر تقول مدينه بيطات ماشي بالحباد وبالمتر مكعب كيتحسبوا، وضروري تخشي يدك ورجليك ووجهك وزيد ضيف لي نعم سيدي السكر العبار بلا ما تفكر تتعيا. قال لك سيدي حرك لي الاله وطلب استقاله. شني هذا طحين اولا الاسمنت هو سلك صافي الاخوان خليها تخدم. ماكينه ما قدرش نقول فيها شي كلمه العيب حيت صراحه واخا معلكه ومدريه من برا من داخل نقيه الا لاحظتوا معايا. صافي كريمه طلعت قسم بالله وتقلبي طلع على اي قال لك الماكينه كتخليها كتحرك كتضيف عليها المد المجري باش كيعطيها لا تيكستور ديال الوافات. صافي انا اللي عجبني في الشاف ديالنا لابس فوطه ديالو محترم الاجواء وبكاع النقاوه الخاوه كنسرمو داكشي اللي بقى تما باش والو ما يضيع. صافي شل لي يدك توضى سير اخاوي ديالي ديها دوش بها ورضى والله ما مزروبين. عيط لولد حبيبي ويكبو ديك السائل المائل في هذا الاناء الهائل. هذا الاناء هذا هو سر النجاح د هاد الشيء هذا. عليه صراحه طلع فيلم ما نقدروش يستغناو عليه وما يقدروش يغسلوه ايضا حيت الا غسلوه يشدو محل مشيو يتكاو او يدوم. اخوتي يدوم هي اكثر حاجه استعمالا لله حتى ما كاين لا من اللاسه لا هلاسه. هادشي كيحيد ستريس. قال لك اسيدي كل ما كانت اليد ماشي نقيه كتكون سخيه وكترد الكرش مرخيه زعما جاريه من الاحسن لا يقصح فينا كرش. صافي الاخوان نديو هادشي للعذاب الالم ونشوفوا بعد قليل. قال لك اسيدي صافي وجدت الامور راني نشوفوا النتيجه الذهب اللؤلؤ تالفه والله تتقول لي يا قوت الخط وغير ما تزبيوش باقا تعجبكم النهايه. انتم اللي عجبني واثار انتباهي هو هاد اللبسه الموحده اللي عاملين الشيفان ديالنا هنايا كيحيد واحد شويه التورمات والالتهابات والتسلخات الكيكانيته حيت مرطت ابان بالو كانت قاعده كنحيدوا الجريده وبلا تعليق عليها حيت الحمد لله ما استخدمش بابي دو طوال. هنايا من جوج طبقات غزالين كنجيبوا اللاندوي ديالنا ندوزوا دابا لعمليه الصباغه. الا ما كنت تجي كتعرف تجيار وكذا ريح. تفرج معايا الشاف ديالنا هو جالس كيلبس هذا الكيكه ديالنا ملء الفراغ بما يناسب جوج طبقات ملاح. صافي الاخوان نعملوا طبقه فوق طبقه. هذا اخوتي باش نعرفكم عليها دابا هذه هي الحلوه ديال اخر عيد ميلاد في حياتك فهمتي قلب الوداع اسمه. وهاد السيده اللحيه اللي معدنا الطرطه هو نيت ولا يغسلك زعما ملي غادي تسيب بحال اللي تقول ديتي باك فهمتي يعني داخله في ماركتينغ ديجيتال اندستريال والله ما نعرفش كنقول. المهم الاخوان ان حتى هو قايم السيد بالواجب صراحه الشكل ديالها مغري جدا طوبي بوكو راه بزاف. انا والله اخوتي نجبرك تتبع تنشريها. تفرج معايا هو اللاندوي ديالنا سطا الغزال وتوكوزيل صراحه الله. المهم الاخوان خصك على الاقل تكون قباس باش تطلع الديكور هذا. شوفوا معايا تحف 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 هنا المشمش الروح ديال المشمش باش الله تعيش عيش وبكل روح رياضيه والله تتزرفك الطرطه وتشريها اخوتي. شاف 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 الحلاوه والعصافير تزق زيق اقسم بالله للترايط والله الى العجاب من فوسط ديك الهرج والمارج اختار انه يخرج واحد النتيجه ما تحسكش بالحرج. الله العمل في لومبالاج والله يجيب الفرج مع القوم الهامج.